خويا ايوا القبايلي فهمت ولا لا؟ لا على بالي يشتموا فيك الجزائر 47 ولايه راهي قاعد تشتم فيك، ولا 43 ولايه ولا 45 ولايه راهي قاعد تشتم فيك عبر التراب الجزائري، يشتموا فيك على بالي يشتموا فيك منطقه القبايل، على بالي راكي تعرفي وش هو، راكي هضرتي من الله غالب يا اخي ولا لا؟ رغم انك انت اللي جبتي لهم الحريه تلك المنطقه بعد الاستقلال، انت اللي جبتي الحريه بعد الاستقلال مع النظم السابقه كلها، انت اللي جبتي الحريه من القبائل، وبكل صراحه ما يقدر ينكرها حتى جزائري هنا. انتوما جيتوا لقيتوها بالقلار، القبائل ضحاوا عليها، انتوما جيتوا لقيتوها بالقلار، من بعد رجعتوا تسبوا في القبائل، يعني عيب عيب شويه عيب. ما كانش حاجه ما طلبوش بها القبائل وما لقيتوهاش، يعني قلت لكم طالبوا بال 63 بالتعدد ديال الحزبيه طبقتوها في 88، طبقوا طالبوا بال 80 بالامازيغيه طبقتوها يا اخي ولا لا؟ لا استرتوها درك يا اخي، درك خلاص خلاص، لا فيها ينفصل خويا، لا حتى منطقه القبائل ولايه وحدها ولا دوله وحدها لا والو. قبائلي خويا تقعد هنا في الوطن نتاعك، واللي ما عجبوش الحال يروح يعطي نعطيها.